فانجاي ويدز والبيستيسايدز is defined as any substance or mixture of substances intended for preventing, destroying, rebelling, or migrating any pest. لو شفنا الكلاسز اوف انسكتس اوف بيستيسايدس بنلاقيها بتتقسم حسب التارجت اورجانيزم اللي بتأثر عليه. فمثلا لو حاجة بتقتل الانسكت هنسميها انسكتسايدس، ولو حاجة بنستخدمها في التخلص من الرودنتس فنسميها رودنتسايدس، ولو حاجة بستخدمها في التخلص من النباتات المتطفلة على الزراعات بنسميها هيربيسايدس، ولو حاجة تخلص بيها من الفانجاي أو الفطريات بسميها فانجيسايدس. لو شفنا المواد دي إزاي بتدخل الجسم وتأثر على صحة الإنسان، نجد إن البيستيسايدس ممكن تدخل الجسم عن طريق أي روت، بأي طريقة ممكن تدخل، لكن الموست كومن روتس اللي هي ممكن تدخل جسم الإنسان عن طريقها اللي هي الإنجيشن والسكين او الديرمال اكسبوجر والانهاليشن نتيجة لاستنشاق السبراي او بيستيسايدز. لو هتكلم عن خطورة الاعراض بالنسبة للبيستيسايدز بتتوقف على ايه، هنلاقيها بتتوقف على شدة السومية بتاعة المادة، وبتتوقف على الدوز اللي الواحد اتعرض ليها. دوز دي بتشمل تركيز وكمية و period of exposure، يعني الواحد اتعرض لمادة بتركيز كبير أو خد كمية جرعة كبيرة بلعها، أو إن هو قاعد يستنشق لفترة طويلة في مادة سامة اللي هي زي البيستيسايدس بتركيز كبير، وبالتالي بنقول إن الخطورة أو الريسك بيساوي التوكسيسيتي مالتبلايد في الإكسبوجر. وقلنا الإكسبوجر ده ليه علاقة بالأماونت والبيريود اوف اكسبوجر والروت اوف اكسبوجر والتايم اوف اكسبوجر، او احنا قلنا البيريود والاماونت والكونسنتريشن كل ده عبارة عن اكسبوجر. برضو في فاكتورز بتخلي الانسان ليه قابلية اكتر او بتحدث حالات التسمم اكتر وبيدي اعراض اكتر في الناس اللي هم عندهم هيلث الهيلث بيهيفير، في حاجات يعني ممارسات او عادات غير صحية زي الناس السموكرز او الناس اللي عندهم عادات غذائية غير سليمة او الناس اللي هم بياخدوا بعض الأدوية ممكن تساعد على التوكسيسيتي او تزود التوكسيسيتي بالبيستيسايدس، والناس اللي هم لا يعتنوا بالنظافة الشخصية او البيرسونال هيجين فدول معرضين اكتر لحدوث التسمم. ايضا لو انا ادور على فاكتورز تانية الاقي زي البادي سايز، يعني لو الطفل لو تعرض يعني عشان تظهر عليه علامات التسمم اقل دوز ممكن تحدث عليه علامات تسمم نتيجة البادي سايز الصغير بتاعه، ده بيختلف عن الكبير لو تعرض لنفس الدوز مش هتدي نفس المانيفستيشن الخطيرة اللي بتحصل للأطفال لأن هو البادي ماس أو البادي سايز بتاعه أكبر. لو شفت أنواع التوكسيسيتي هلاقي إن ممكن توكسيسيتي من البيستيسايدز تكون أكيوت نتيجة للسنجل أو الشورت تيرم إكسبوجر، والسيمتومز بتحدث في خلال دقائق أو ساعات من الإكسبوجر. انما دي اللي هي التسمم الحاد بنسميها اكيوت توكسيسيتي او تسمم حاد، انما التسمم المزمن كرونيك توكسيسيتي دي بتحدث من ريبيتد اكسبوجر، وخاصه في الناس اللي هم اوكيوبيشنالي او نتيجه عملهم بتؤدي ان هم لفترات طويله او يوميا او بصفه متكرره بيتعرضوا للبيستيسايدز سواء عن طريق انهاليشن او عن طريق ديرمال، فدي بتظهر عليهم السيمتومز جراديوالي. لو انا هتكلم عن اول نوع من انواع البيستيسايدس وده اهمهم اللي هو الانسكتيسايدس اللي هي عبارة عن سبستانس ديزايند تو كيل انسكت او تو يعني مش بس يعني كيل ممكن اللي هو التخلص او طرد الحيوانات او منع ان هم يقتربوا من
محصول او من اي حاجه احنا مش عايزينهم يبقوا موجودين الانسكتسايدز، فبنستعمل بعض المواد الكيميائيه منها الاورجانوكلورينز والاورجانوفوسفيتس والكارباميتس والسينسيتيك بايريثرويدز. هنتكلم عن اول نوع فيهم وهو الاورجانوفوسفيتس. الاورجانوفوسفيتس دي مواد هايلي توكسيك، مشكلتها برضو انها ليبيد سوليبل، رابيدلي ابسوربد من الميوكس ممبرينز ومن السكين. They have characteristic odor، ليها ريحة معينة أو مميزة، garlic odor مثل رائحة الثوم. They are rapidly absorbed من السكين والغط واللنج، يعني بتيجي من كل، ممكن يحصل toxicity نتيجة للتعرض إليها وتدخل الجسم من any route. الأورجانوفوسفيتس عدد كبير جدا جدا من المواد، لكن في بعض المواد اللي هي شهيرة أو الموجودة أكتر في مجتمعنا منها الملاسيون والباراسيون والدازينون، وكمان من الأورجانوفوسفيتس النيرف جازز اللي بتستخدم في الحروب الكيميائية زي التابين والسارين والسومان. كل هذه المواد تعتبر أورجانوفوسفرس. الأورجانوفوسفرس بتتميز بأن هي بيحصل لها رابيد ديجراديشن في الانفايرومنت لما بتتعرض للشمس والهواء، بيحصل لها تكسر وبتفقد سميتها، ودي يعني الحمد لله ده يعني من كرم ربنا ان المزروعات اللي بتترش بالمواد دي لو هي اتسابت كام يوم بعد الرش ما لم يستخدمها الانسان فنلاقي ان المواد دي بتتكسر وبتضيع تأثيرها السمي، ودي حاجة كويسة. كمان من ضمن الحاجات ان هي ما بيحصل لهاش accumulation في جسمنا، ما فيش ان هي doesn't cause bioaccumulation او don't bioaccumulate في الجسم. ليه؟ لان جزء او الكمية الواحد بيتعرض ليها بعد فترة بيتخلص منها الجسم. فانما ليه احنا بنقول الكلام ده؟ لان احنا ما عندنا مواد اخرى يعني من مساوئ بتاعتها ان هي بيحصل لها accumulation في الانفايرومنت وبتفضل توكسيك وبتزيد في كل ما نرش، يزيد البوليوشن في المية وفي التربة وفي المزروعات، وكمان لما بيتعرض ليها الحيوانات او بيتعرض ليها الانسان بيحصل ما سميناه بايو اكوموديشن، يعني بتخزن في الجسم. الكمية اللي الجسم بيتخلص منها بتبقى بسيطة جدا، لا تتعدى 1%، 5%، لكن 95% من المادة بتبقى متخزنة في الجسم في أنسجة الجسم، فبيجي عليها وقت بتظهر وبتدينا أعراض توكسيستي. إنما الأورجانوفوسفيتس ما عندهاش الخاصية دي. الأورجانوفوسفيتس طبعا ممكن ان هي يحصل توكسيسيتي نتيجة للسبريينج او نتيجة ان الواحد بياكل اطعمة ملوثة لسه مرشوشة حديثا بالمواد دي، وبنسمع عن اللي كلوا خيار وكلوا بطاطس وكلوا بطيخ والحاجات دي ما بيغسلوهاش كويس من بره، بتبقى لسه مرشوشة قريب، ولدرجة ان الريحة بتاعتها بتبقى باينة، فالناس دي بتحصل لهم بقى مغص وإسهال ودايرية، ونقول أصل واكل إيه؟ خضار مرشوش. دي بنسميها أكسيدنتال توكسيستي، يعني هي مش مقصودة، ده حادث عارض. إنما في أحيان كتيرة بتحدث يعني حالات انتحار باستخدام الأورجانوفوسفورس كومباوندس. ليه؟ لأن هي أفيلابل في المنازل، يعني نلاقيها موجودة في البيت، والناس خاصة في القرى إنها بيستخدموها في زراعات، فتلاقيها مخزنينها في البيت. فلو شخص لسبب ما حاول ينتحر فأقرب مادة موجودة عنده في البيت هي المبيد الحشري، فبيبلع مبيد حشري وبتحصل له توكسيسيتي وممكن تؤدي لوفاته. إنما الأورجانوفوسفيتس عشان تستخدم في هوموسايد، يعني أنا أو الشخص يسمم بيها حد آخر، بتبقى مسألة رير. والسبب ان الاورجانوفوسفيتس ليها ريحه مميزه، فلو وضعت في اكل او مشروبات بتبقى ليه ريحه كريهه او ريحه واضحه، فالشخص المقصود بالتسميم
بيعرفوا تناول هذه المادة. طبعا أي حد يشم ريحة مبيد في الأكل مش هياكل، وبالتالي مش يعني مش بتستخدم هذه المواد في قتل إنسان آخر أو إحداث تسميم للشخص ده. نعم، لو شفنا الأكشن أو أورجانوفوسفيتس هنلاقيها إن بتعمل إنهيبيشن لمادة هامة جدا في الجسم اسمها الكولين ستريز إنزيم. كولين ستريز إنزيم ده مادة ربنا خلقها سبحانه وتعالى في جسم الإنسان عشان تشتغل على مادة تانية نيورو ترانسميتور هام جدا 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 لحياة الإنسان اسمه الأستايلوكولين. الأستايلوكولين ده نيورو ترانسميتور بيساعد في نقل الإمبالسز العصبية بتوصل عن طريق الكولين الأستايلوكولين، بيدي الإمبالس وبعد كده بتفرز مادة الكولين ستريس فبتكسر فبيقف التأثير بتاع الأستايلوكولين. وبالتالي لو أنا عملت إنهيبيشن للكولين ستريس فطبعا من المتوقع إن اللي يحصل أكوموليشن أو تراكم للأستايلوكولين نيورو ترانسميترز في الريسبتورز بتاعته، وبيحصل ساتوريشن، تفضل تدي إمبالسز إمبالسز لحد ما الريسبتورز يحصل لها ساتوريشن، وبعدين تبتدي يحصل فيه باراليسز وتدي بقى المانيفستيشن بقى الخطيرة اللي ممكن تؤدي للوفاة، نتكلم ازاي دلوقتي. لكن المفروض ان احنا نعرف كويس قوي الاكشن بتاع الكولين ستريز، ودي رسمة توضيحية بتبين ان الكولين ستريز ازاي هي. احنا عندنا النيرف اندنج فيها الفاكيولز اللي بيطلع منها الكولين ستريز، الأستايلوكولين بيطلع عشان يعمل يعني ينقل الإشارات العصبية، وبعد كده يطلع الكولين ستريز عشان يكسره وتنتهي الإشارة العصبية دي. فلما يكون في مادة الأورجانوفوسفيت موجودة فبتمنع العمل بتاع الكولين ستريز عن طريق إنها بتمسك فيه بقى بتايت بوند بنسميها، بيحصل له فوسفوريليشن فبيحصل انهيبيشن للأكشن بتاعه، مش بيكسر الكولين ستريز، وبالتالي الكولين ستريز الأستايلوكولين يبقى يدي مفعوله. وبعد ما هو مفعوله كان مطلوب ومهم جدا كنيورو ترانسميتر، يبتدي بقى يدي يعني آثار غير مرغوبة وقد تؤدي للوفاة. الكولين ستريز انزيم اللي هو بيرتبط بالأورجانوفوسفيت ده نوعين، في عندي نوع ترو كولين ستريز وده موجود في الإريثروسايتس والنيرفاس تيشو سكريتال ماسلز، وفي نوع سودو كولين ستريز. السودو كولين ستريز ده موجود في البلازما او السيرم والليفر. الاورجانوفوسفيتس بتاثر على النوعين، ومن هنا برضو دي بتزود خطورتها انها طبعا اماكن مختلفه جدا هامه في الجسم واورجانز مهمه بتاثر عليها عن طريق الفوسفورايزيشن للترو كولين ستريز وللسودو كولين ستريز. فلو جينا نشوف الكولين ستريز نلاقي ان في النيرف اندنج الاورجانوفوسفيت بتاثر على الباراسيمباثيتك وبعض السيمباثيتك نيرف اندنج، وبتدي مانيفيستيشنز بنسميها ماسكارينيك اكشن اوف اورجانوفوسفيت. يبقى ناخد بالنا ان دي اسمها ماسكارينيك اكشن نتيجه لتاثير الأورجانوفوسفيتس على الكولينرجيك نيرف اندنج سواء كانت باراسيمباثيتك او فيو سيمباثيتك نيرف اندنج. كمان ليها تأثير على المايو نيورال جانكشن اللي هو بيأثر على الاكشن اوف ماسلز، ودي بنسميها نيكوتينيك اكشن. المانيفستيشن دي بنسميها نيكوتينيك اكشن. كمان ليها تأثير على السنترال نيرفوس سيستم فبتعمله stimulation followed by depression. هنشوف بقى symptoms دي بالتفصيل. هنلاقي ان الماسكارينيك اكشن ده بيظهر في صورة ايه؟ بيظهر في صورة increased secretions من الجسم، يعني هو بيزود السكريشنز، نحفظها كده. فبيعمل ليه diarrhea urination، كمان بيعمل ميوزز constriction للبيوبل اوف ذا اي، دي من الاعراض المهمة جدا لتشخيص او من الـ يعني المميزات اللي اقدر اعرف بيها تشخيص الماده دي ان الواحد حصل له توكسيست اورجانوفوسفيتس من الميوزز اللي بيحصل للبيوبل اوف ذا اي، بيحصل له كونستريكشن.
وطبعا في مواد تاني بتعمل كونستريكشن زي المورفين والارجوت وحاجات كتيرة، لكن دي بقى بيبقى ايه مايوزز ومعاها دايريا ويورينيشن وبرونكوسبازم وايميسيس، بيبقى فيه قابلية للفوميتنج ولاكريميشن وسلايفيشن، يعني هي مايوزز ومعاها انكريزد بودي سكريشن، بالإضافة لإنكريزد البلمونري والأوروفارينجيال سكريشنز وسويتنج وبراديكارديا، بالإضافة كمان إنها ممكن تتسبب في أبدومينال كرامبز ونتيجة للإنتستينال هايبرموتيليتي. دي الماسكارينيك إفكتس أو ماسكارينيك مانيفستيشنز. لكن برضو عندنا زي ما قلنا تأثيره على المايو نيورال جانكشن اللي هو النيكوتينيك إفكت، فنتيجة لأكوموليشن أوف أستايلوكولين فبيحصل فيه فاسيكوليشن وتويتشنج كتيرة، وبعدين لما يحصل ساتوريشن للريسبتورز دي بتعمل باراليسيس. المشكلة بقى إنها بتأثر في بهذا التأثير على الريسبيراتوري ماسلز، فلما تحصل باراليسيس للريسبيراتوري ماسلز طبعا هتساعد على حدوث الريسبيراتوري فيلير وتؤثر، وقد تؤدي إلى فيتاليتيز زي ما هنشوف. كمان لها تأثير على السنترال نيرفس سيستم، بتبقى في صورة anxiety و restlessness و confusion و headache attacks و seizures كوما central respiratory paralysis. يعني شايفين تأثيرها بقى إنها بتعمل depression للcentral respiratory receptors، وبالتالي ده ممكن إن هو يؤدي برضه ويساعد على respiratory failure. وبالتالي لو سألناكم عن ال cause of this في حالة ال organophosphate toxicity، فعايزة تعرفوا الإجابة أنها عبارة عن respiratory failure بأكثر من طريقة، اللي احنا بقى بنسميها في بعض الأحيان أسفيكسيا. أسفيكسيا حالة اختناق نقص في الأكسجين اللي رايح للأنسجة، بس دي نوع ايه سبب الأسفيكسيا؟ توكسيكولوجيكال أسفيكسيا، سببها توكسيسيتي مش سببها ميكانيكال أسفيكسيا. احنا هنتكلم إن شاء الله وتاخدوا محاضرة عن الميكانيكال أسفيكسيا، دي بقى توكسيكولوجيكال اسفيكت، سببها مواد سامة بتؤدي لنقص الأكسجين اللي هو بيوصل للأنسجة وبالتالي يؤدي إلى الوفاة. إيه سبب نقص الأكسجين؟ عندنا أكتر من فاكتور، باراليسيز الريسبيراتوري ماسلز ده النيكوتينيك إفكت، باراليسيز الريسبيراتوري سنتر ده السنترال إفكت، الماسكارينيك افكت برضو بيبقى يعمل لي برونكيال كونستريكشن او برونكوسباز وانكريز برونكيال سيكريشنز وبالمونري اديما، وطبعا كل ده بيعمل اوبستراكشن للريسبيراتوري باسجز، وبيؤدي برضو بالاضافه لباقي المانيفستيشن هي النيكوتينيك والسنترال لوفاه الشخص من الريسبيراتوري فيلير. وبالتالي برضو تهمنا في العلاج، انا لما بعرف مصادر الخطورة فين هقدر اهتم بيها في العلاج، ان انا اقدر ان اول حاجة هدور عليها هي الريسبيريشن. دي حالات الاكيوت توكسيستي، انما حالات الكرونيك توكسيستي بيبقى ايه المانفستيشن فيها للشخص اللي بيتعرض كل يوم لسمول دوز او مالتيبل دوزز من الاورجانوفوسفيتس، بيشتكي بقى معظمها نيورولوجيكال مانفستيشن في صورة peripheral neuropathies، في صورة SOD disorders, impairment of memory, depression, personality changes, confusion, delayed neurotoxic effect. ده ال chronic manifestation. نيجي لل treatment أو management. أولا طبعا عايزاكم دايما تضعوا في اعتباركم وتعلموا الناس اللي انتوا بتتعاملوا معاهم وتحتكوا فيهم بيهم ان المواد دي مواد خطيرة جدا، ولازم نتعامل معاها بحذر ونعرف ازاي يعني نقي نفسنا ونقي المجتمع من التسمم بيها. ده الاولى ان احنا نمنع التسمم. فنمنع التسمم ازاي؟ بنعلم الناس، بنقول لهم يا اخوانا لما تيجوا تتعاملوا مع المبيدات لازم تتعاملوا معاها بحرص وتاخدوا بعض الاحتياطات، ومنها لبس الملابس الواقية. لما تيجي تقول يعني تقابل مزارع تقول له لما تيجي ترش المواد دي لابد ان انت تبقى لابس ملابس ومغطي جسمك ولابس ماسك او كوفية ولاففة بحيث لا تستنشق المواد دي،
وتقف في اتجاه، ما يبقاش يعني ما تقفش في اتجاه الريح، عكس الريح، بحيث ان انت ترش المادة وام الريح تاخدها عليك فتستنشقها. لا، انت اقف في اتجاه مع الريح، بحيث ان الرياح دي تساعدك في نشر المادة دي بعيد عنك، لكن هتيجي على المزروعات اللي انت عايز تستعمل فيها المادة دي. كمان بعد ما تخلص شغلك سريعا بتاخد دوش وتغير الملابس اللي بوليوتد او متسخة بالمواد السامة دي، وكمان نقي نفسنا بغسل الخضروات غسيل جيد، وما تستعملش الخضروات وهي مغسولة حديثا، لابد تقعد فترة لما يحصل ديجراديشن او تخلص من المادة السامة. ده البروفلاكسس، وده شيء مهم جدا في البيستيسايدز بوجه عام. لكن هاجي بقى اشوف، افرض واحد بقى حصل له تسمم، هنعمل ايه؟ اول حاجة هنشوف هي الريسبيريشن، الشخص ده عنده بقى برونكيال سبازم، وعنده ريسبيراتوري سنترز ديبريست، وعنده بلمونري اديما، فلازم اول حاجة بيتحط على يعني حاجة نعمل ساكشن للسكريشنز دي، واروح مديه بقى السبيسيفيك انتيدوت سريعا بتاعي، اللي هو ايه سبيسيفيك انتيدوت؟ اللي هو الاتروبين والاوكزينز. انا عندي حاجتين، اتروبين واوكزينز. الاتروبين ده بيشتغل على الماسكارينيك ريسبتورز او الماسكارينيك مانيفستيشنز، فهيقلل لي بقى السكريشنز والحاجات والبرونكوسبازم والابدومينال كرامبس والحاجات اللي هي ماسكارينيك سيمبتومز. ده بيتعامل معاها الاتروبين لان هو بيشتغل على الاسيتايلكولين. الاتروبين بدي الاول دوز كتست دوز، بدي 2 مللي جرام، وطبعا في دوز اقل اللي هي 5 مللي لكل كيلو جرام، ده للاطفال. بدي تست دوز، لو لقيت السكريشنز والمانيفستيشنز دي قلت يبقى كده التشخيص مظبوط وان المريض بيستجيب لتأثير الاتروبين، فابتدي ادي بقى جرعات متعددة، يعني بدي من 2 لـ4 مللي جرام انترافينسلي ريبيتدلي كل 10 دقايق ربع ساعة، بديله دوز بديله دوز بديله دوز لحد ما تقل المانيفستيشنز اللي هي الماسكارينك مانيفستيشن اللي احنا قلناها بتبقى في صورة براديكارديا وسالايفيشن انكريز سيكريشنز وبرونكوسبازم والكلام ده، تبتدي تقل خالص، ونبتدي تظهر المانيفستيشن بتاعت الاتروبين بقى اللي هي بيسموها المانيفستيشن اوف اتروبينايزيشن، اللي هي ايه بصورة مدرياسز، يعني حدقة العين كانت ضيقة تبتدي تبقى واسعة واوسع من نورمال، اللي كان بيشتكي ان عنده براديكارديا والبالس ضعيف جدا يبتدي يبقى متسارع، اللي كان بيشتكي ان عنده سيكريشنز كتيرة يبتدي يبقى عنده دراي ماوس. فإذا حصلت والريسبيريشن اتحسن والأمور دي اتحسنت، يبقى كده أبدي الدوزز، أديله بقى المينتنانس دوز. المينتنانس دوز إن أنا بدي يعني إيه دوز بحيث إن هو البني آدم ده يفضل مستقر بحالة الريسبيريشن بتاعته كويسة على الأقل لمدة 24 ساعة بعد انتهاء أعراض التسمم. ده الأتروبين. نيجي للأوكزيمز. الأوكزيمز دي مواد بتساعد على تحرير او كسر البوند بتاعه الكولين ستريز انزيم، فبتحسن لي مشكله انها مش بتشتغل ماسكارينك، دي بتشتغل على النيكوتينيك، نيكوتينيك افكت اللي هو على الماسلز، فالماسلز اللي هي فيها ويكنس وفيها باراليسيس زي ريسبيراتوري ماسلز، ودي مساله خطيره جدا، لما ادي الانزيمز دي تتحسن. الاوكزيمز منها مركبات كتيره، منها البام، ده اختصار لكلمه بايريدين الدوكسين ميثيودايد، ومنها الدام اللي هو داي اسيتايل مونو اوكزيم. بندي المواد دي او المركبات دي انترافينس انفيوجن او انترافينس دريبس، وفيهم ماده تتميز عن الماده الاخرى بان هي مش بس ليها نيكوتينيك افكت، كمان بتقدر تخترق البلاد برين بارير وتأثر لي او تحسن لي النيكوتينيك السنترال افكت. منها مادة الدام اللي هي الداي اسيتايل مونوكزينز، ومنها مادة التوكسيجونون او التوكسيجونين، ودي ايه ليها نفس الافكت بتاع الدام.
بالإضافة اللي إحنا عدينا على specific antidotes اللي هي الأتروبين والإنزيمز، الشخص اللي هو حصل له toxicity ببتدي أشوف سريعا، بنعمل decontamination للشخص، يعني بنمنع المادة دي إن يحصل لها more absorption، زي لو الملابس ملوثة يقلع الملابس بسرعة وياخد دش ويغسل بالمية وبالمية والصابون عشان المواد دي تنتهي تماما من على جسمه، ما اقعدش اعالج شخص وهو اساسا ملابسه ملوثه وانا بعالجه، وكمان دايما يعني في استمرار لامتصاص الماده من الملابس الملوثه. كمان لو انا لحقت الشخص ده يعني بعد ابتلاعه للماده دي سريعا، اعمل له ايميسيز، احاول ان هو يعمل فوميتنج للماده دي، وخاصه لو احنا الشخص ده موجود في المنزل، فمن الاسعافات السريعه ان انا احاول اعمل له فوميتنج. يعني افرض طفل شرب المادة دي عن طريق الخطأ، سريعا الأم نعلمها تحط صباعها في سقف حلق الولد بحيث إنها تعمل له جاج ريفليكس فيستفرغ، أو تديله شوية مية بصابون كده بسيطة فتبص تلاقي إن هو بيقرف منها ويستفرغ. لكن لو هو وصل المستشفى فبنعمل له جاستر كلافاج بصوديوم بايكربونات، وبعد كده بعد ما اعمل الجاستر كلافاج، وطبعا لو هي حاله انا شاكه في جنائيتها فباخد اول جاستر كلافاج قبل ما ادي اي مواد، يعني اول كميه هتطلع من الغسيل دي بتروح المعمل عشان تتحلل، وكمان بتسلم العينه دي للنيابه عشان تتبعت المعامل الجنائيه، لان دي بتبقى دليل جنائي على ان الشخص ده واخد المادة دي سواء انتحار او تسميم. وان كنا قلنا ان في الاورجانوفوسفيت دي حاجة نادرة نتيجة للريحة المميزة ليه. بعد ما بنعمل جاست كرافاج ونتأكد تماما ان المادة دي انتهت وان الغسيل المعدة اللي طالع ما فيهوش اي ريحة او اي تأثير للاورجانوفوسفيت، ابتدي بقى ادي الاكتيفيتد شاركول، ودي مادة زي ما انتوا خدتوا في جنرال توكسيكولوجي بتمتص او بيحصل ادمصاص للمادة السامة على سطحها، فلو كان في حاجة نزلت في الأمعاء بتتعامل معاها الاكتيفيتد شاركول وبتنزل مع الاستول. كمان الشخص ده لابد ان هو يتحط في بيد ريست وياخد انتيبيوتيك، ده واحد عنده بالمونري اديما وسكريشنز وقابل ان يحصل له يعني نيمونايتس، فلا بد ان احنا بنديله بروفلاكتيك انتيبيوتكس. والشخص ده بعد ما اعمل مينتنانس دوز يتحط في كلوز اوبزرفيشن لمده 48 ساعه بعد الريلابس، يعني بعد انتهاء الاعراض، وناخد لبالنا ان هو ممكن بعد ما تنتهي الاعراض ممكن الاعراض ترجع تظهر تاني وبدرجة خطيرة وممكن تصل لحالة الوفاة، فلازم الشخص ده يتحط كويس تحت الملاحظة، حاطط احتمالية إنه ممكن تظهر أعراض عليه تاني. الناس اللي بيشتغلوا في صناعات أو في زراعات ليها علاقة بالمبيدات أو بالأورجانوفوسفيت، المفروض إن أنا بقيس لهم الكولين ستريز إنزايم وما يرجعوش شغلهم ويتعرضوا لهذه المادة إلا لما يرجع الكولين ستريز النورمال ليفل على الأقل إيه 75% من النورمال ليفل دي الأورجانو فوسفيت. هنيجي لمادة تاني، طبعا في مواد المفروض انها ما تتاخدش مع الأورجانو فوسفيت في علاج، وناخد لبالنا واحنا بنعالج الأورجانو فوسفيت، يعني مثلا ما تديش سنترال نيرفس سيستم ديبريشن اذا كان هو عنده ديبريشن لان في سنترال افكت، ما تديش مواد اخرى زي الفيزيوستيجمين والميوستيجمين والبايلوكاربين، المواد دي ليها نفس التاثير بتاع الاورجانوفوسفيتس، دي باراسيمباسومايميتكس، فانت بتديها بتزود الافكت بتاع الاورجانوفوسفيت وبتعمل بتعرض الراجل او الشخص المتسمم لمشكله كبيره. الفينوسيازينز وسايوفيلين والحاجات اللي هي انت بتستعملها الريسبيراتوري ستيمولانت دي، لا دي اساسا تركيبتها الكيميائيه زي الكولين ستري زي الاورجانوفوسفيتس وممكن تزود التوكسيسيتي، فدي ما بندهاش. الساكسينايلكولين او اي ماده نيورو ماسكولار بلوكينج ايجنت بتعمل باراليسيس الريسبيراتوري ماسلز ما ندهاش، ليه؟ لان هو اساسا عنده مشكله في الريسبيراتوري ماسلز. فخدوا بالكم دي مواضع اسئله ممكن تسالوها في الشفوي، ممكن تسالوها في
النظري، وبالإضافة طبعا مهمة جدا في ممارستكم للطب وعلاجكم لحالات التسمم اللي هتقابلوها بعد كده في مستقبل حياتكم، فناخد لبالنا من الكلام ده. نيجي لمادة تانية برضو من الانسكتسايدس اللي هي الكارباميتس. الكارباميتس ليها نفس تأثير الأورجانوفوسفيتس، لكن في اختلافات بسيطة هنتكلم عنها. موجودة الكربامتس في الزراعة، بنستخدمها في الزراعة ونستخدمها في البيت، موجودة في البيت في صورة مواد يعني متداولة كتيرة زي البايجون وزي السيفين وزي الدكسان، فهي مواد موجودة حوالينا ولا نستهين بيها. هنلاقي الإفكت بتاعها زيها زي الأورجانوفوسفيت، مع فروق بسيطة إن هي البوند بتاعت مع اللي بتلتحم مع الكولين ستريز انزيم بتبقى في يعني بوند ما هياش تايت إناف، ممكن إنها تحصل لها سبونتينيوس ريكفري أو يحصل ريفرزابل يعني، والإنزيم يبقى فري بعد فترة. وكمان إن تأثيرها بيدي الماسكارينك مانيفستيشنز وما بديش النيكوتينك مانيفستيشن ولا السنترال نيرفس سيستم مانيفستيشن. التأثير بتاعها بيبقى على الكولينستريز اللي هو السودو كولينستريز، عكس الأورجانوفوسفيتس اللي بتشتغل على السودو والترو. المانجمنت بتاعتها المانجمنت بندي الأتروبين بالإضافة للسيمبتوماتيك تريتمنت اللي احنا قلناه، والجاستر كلافاج ودي كونتامينيشن والانتيبيوتكس والريست والاتروبين بنفس الرجيم او النظام اللي احنا اتكلمنا عنه كاتروبين. انما نيجي للاوكزيمز، ما اديش اوكزيمز لان الاوكزيمز بتشتغل نيكوتينيك، وهو الكاربامتس ما بتعملش نيكوتينيك، فانت هتديها ليه؟ ده بالعكس، ده الابحاث اثبتت اللي اتعملت على حيوانات اثبتت ان لو اديت اوكزيمز مع الكاربامات بتزيد التوكسيسيتي. ولذلك انا بدي اتروبين بالاضافه بقى ان انا بعمل كير ريسبيريشن واعمل دي كونتامينيشن وغسل كلافاج وادي اكتيفيتد شاركول وادي انتيبيوتكس، وطبعا الأتروبين ده شيء أساسي. نيجي للمادة الثالثة اللي هي بتستخدم كانسكتسايدس اللي هي الأورجانوكلورينز. الأورجانوكلورينز دي مواد اكتشفوها قديما من قبل الأورجانوفوسفيتس والكربامتس، كان مستخدم زمان في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، بيرشوا أو بيعفروا بيها زي ما بيقولوا كده المعسكرات اللي فيها جنود، في يعني عدد كبير من الجنود موجودين في بيئة الهيجين بتاعها أو النظافة الصحية مش موجودة، فبتكسر فيها الحشرات، فبتبتدوا يرشوا لهم المواد دي عشان اللايس والحشرات اللي هي تتسبب في أوبئة زي الطاعون وزي الملاريا والحاجات دي ما تنتهي، ويحافظوا على الجنود عشان يستخدموهم في الحرب. في مجتمعنا كان بيستخدم دايما يرشوا دي دي تي ويرشوا المواد دي، خاصة في الفترات اللي كانت بتبقى منتشرة فيها الملاريا عشان يقتلوا بيها الناموس أو البعوض، فكانوا دايما يعفروا أو يستخدموا المواد دي. واتضح إن المواد دي خطيرة، الأكشن بتاعها سي إن إس ستيمولانت، مشكلتها بقى إنها بتعمل بايو أكوموليشن تتراكم في الجسم، ومشكلتها برضو انها بتتراكم في الانفايرومنت بتأثيرها التوكسيك وما بيحصلهاش ديستراكشن، يعني بتفضل كل ما نرش كل ما يزيد وجودها في الانفايرومنت وفي المية، وبتاخدها الحيوانات اللي بتتغذى على النباتات المرشوشة، وممكن انها تجيلنا احنا بقى لما ناكل لحم الحيوانات او نشرب ألبانها أو بيض الطيور والكلام ده، ناخد إحنا من الأورجانو كلورينز دي وتتراكم عندنا في الجسم، يفرز منها كمية بسيطة لكن بتتخزن عندنا في الدهون. فلما الشخص ده يحصل له أي سبب من الأسباب إن الدهون دي يحصل لها ريليز بقى، وأنا عملت ريجيم، جه شهر رمضان وصمنا، حصلت مجاعة، الواحد داعي ونفسه تسدد فترة طويلة فخس، والدهون اللي في الجسم وابتدت تستهلك، فبتحصل ريليز المواد دي وتعمل نيورولوجيكال مانيفستيشنز وبتظهر علامات التوكسيسيتي. هي المواد دي بيحصل لها الابسوربشن
هي فات سوليبل، بتدوب في الدهون، وعشان يحصل توكسيستي منها بنحتاج لدوز كبيرة، يعني هي التوكسيستي نفسها بتاعها ضعيف شوية، فبنحتاج لدوز كبيرة وبتظهر مانفستيشن بتاعتها بعد عدة ساعات، من ضمنها مادة الدي دي تي. النيورولوجيكال مانفستيشن بتأثر على سي ان اس، وبتأثر على البون مارو، وبتأثر على الليفر، وبتأثر على تعمل مانفستيشن نوزيا فوميتنج دارية، بتأثر على الهارت، ودي مشكلة كبيرة لأنها على الهارت بتعمل، ممكن تصل إلى فنتريكولار فايبريليشن. إزاي؟ إنها بتعمل سينستايزيشن للهارت للكاتيكولامينز الموجودة في الجسم، كاتيكولا أدرينالين ونور أدرينالينز، دي حاجات بتزيد من الاستيموليشن بتاع الهارت. الوجود الأورجانو كلورينز بيخلي ان الهارت بيتاثر بالكاتيكولامينز لدرجه كبيره، وممكن يؤدي لفنتريكولار فايبريليشن، وممكن تبقى سبب في الوفاه. ومن هنا بتيجي خطوره المواد دي والكرونيك توكسيستي بيها. طبعا ليها تاثير على الريسبيراتوري سيستم، كاف ونيمونايتس وسيانوزيس، ليها تاثير على الكدني في صوره هيماتوريا والجوريا، وممكن تؤدي على انوريا، وطبعا ده رينال فيلير، ليها تأثير على السكين. كل ده مانيفستيشن من الاورجانو كلورينز. يعني عايزاكم تعرفوا ان الاورجانو كلورينز دي لما لقوها خطيرة اتمنعت بقرار وزير الصحة من السبعينات، لكن هل انتهت من البيئة؟ لا، لسه موجودة في البيئة، لان هي بريزيستنت في البيئة، ما بتكسرش بتعرضها للهواء ولا العوامل البيئية، وبالإضافة إنها بتدخل مصر وبتدخل الدول العربية بطريقة غير قانونية. إذا هي موجودة، وعملنا أبحاث ولقيناها موجودة، ولقيناها في اللبن بتاع الحيوانات بكمية كبيرة، وبناخدها لسه ما زال الناس بتتعرض للتسمم بالأورجانو كلورين، على الرغم إنها محظورة من دخولها البلد، يعني ممنوع دخولها مصر، وعلى الرغم كده بنلاقيها موجودة في مصر. عشان كده بندرسها لكم عشان تعرفوا خطورتها. ليها كرونيك توكسيسيتي، طبعا أهمها إنها بتعمل ليفر نيكروزيس، وزي ما قلنا بتعمل سينستازيشن أو مايوكارديوم كاتيكولامينز. الشخص اللي بيحصل له توكسيسيتي منها بيبقى معرض في أي لحظة إن يحصل له فنتريكولار فايبريليشن او اريزمياز، وممكن تبقى فيتال. المانجمنت بتاعها ملهاش سبيسيفيك انتيدوت زي الاورجانو كلورين او الكارباميتس، ولكن التريتمنت بتاعها بيبقى سبورتيف اند سيمتوماتيك تريتمنت. لو هي انجستد بتبقى جاستريك لافاج واكتيفيتد شاركول، وبندي سالاين كاثاريتكس، يعني ادي المواد اللي هي ايه، أدي ملح مثلا، ملح إنجليزي أو الحاجات اللي هي تساعد على إفراز أو إخراج هذه المواد، لكن ما أديش حاجة أويلي لأن هي بتحصل لها رابد أبسوربشن، لما بيحصل لها إنها بتدوب في الدهون، والدهون تساعد على إنها تمتص زيادة. فما أديش مثلا إيه واحد عشان يتخلص من مادة سامة، أديله مثلا إيه شربة زيت خروع، طب أنا كده بسممه زيادة لأنها هتدوب في زيت الخروع وتمتص بسرعة، فانا ما اديهاش، ممكن اديله شربة ملح. كمان ايه، الافيدرين والابينفرين والحاجات اللي هي كاتيكولامينز دي ما نديهاش، لان هي طبعا زي ما قلنا بتعمل سينستايزيشن للهارت الكاتيكولامين، فانا بزود التوكسيسيتي لو اديت المواد دي. نيجي للمادة برضو بتستخدم كانسكتسايدس اللي هو البايريسريام. البايريسيوم او البايريسرين دي بوتانيكال، يعني ايه بوتانيكال؟ يعني ليها اوريجين نباتي، جايه من نباتات معينه وفيها الاكتيف برينسيبلز اللي هي البايريسرين 1 والبايريسرين 2، وفيها سينيرين 1 والسينيرين 2. المواد دي هي من اصل نباتي، والتوكسيسيتي بالنسبه للهيومن بتبقى قليله، يعني هي بتأثر على الانسكتس وبتبقى مور سيف للبني آدم، لكن في نفس الوقت ممكن الناس اللي عندهم قابلية الحساسية من النباتات، ممكن ان هم يجيلهم برونكيال أزمة او اي نوع من انواع الحساسية.
هي سيف ليه؟ لأنها بيحصل لها على طول رابد ميتابوليزم ويتخلص منها الجسم. عفوا. نلاقي ان المواد دي برضو من خطورتها، المادة اللي بتداوي فيها عشان اعملها سبراي دي عبارة عن بتروليوم كومباوندز، يعني هيدرو كاربونز، فممكن انها تعمل توكسيسيتي وتأثر على السنترال نيرفس سيستم. هنلاقي ان وبتعمل بقى كونتاكت درماتيتس، وبتعمل مشاكل زي ما قلنا بسبب المواد اللي هي مذابه فيها، بالاضافه للناس اللي عندهم حساسيه، وبنعالجها سيمتوماتيك وملهاش سبيسيفيك انتيدوت معين. نيجي للمواد اخرى بتستخدم كبيستسايد زي الهربسايدس دي، يعني الهربسايدس بتستخدم في التخلص من النباتات المتطفله، فدي يعني بيستخدموها في الزراعات، لكن هي طبعا بتبقى توكسيك، وفي حاجات بتسبب رينال فيلير وحاجات بتسبب مشاكل في الكبد. احنا بس مش عايزينكم تعرفوها المقرر الا كاسماء، والتريتمنت بتاعها زي اي ماده سامه، سيمتوماتيك تريتمنت. نيجي الماده الخطيره، احنا عايزينكم بس تاخدوا بالكم منها لانها موجوده في المجتمع المصري وفي الصعيد بدرجة كبيرة جدا، والناس مش واخدة بالها منها. المادة دي هي الألومنيوم فوسفايد وزنك فوسفايد. الألومنيوم فوسفايد ده بتسمى في المجتمع المصري باللغة الدارجة كده حبوب السوس أو أقراص السوس، زي ما انتم شايفين عبارة عن أنبوبة من الألومنيوم فيها أقراص كبيرة كده لونها رمادي أو لونها بني، ليها ريحة نفاذة فظيعة جدا محدش يقدر يستحملها، يستحمل الريحة يعني بتاعتها، ريحتها واضحة جدا. المواد دي صنعت عشان تتحط في الحبوب أو في الغلال، فبتتبخر وبتطلع منها مواد ليها ريحة نفاذة بتمنع الحشرات اللي هي ممكن يعني تتغذى على الحبوب وتفسدها، اللي زي السوس اللي احنا بنقول عليه إن الحبوب تسوس وتبوظ، فبيحطوا المواد دي فبتطرد هذه الحشرات، وبالتالي بنحافظ على المحصول. المواد دي بعد كده لما اجي استخدم الحبوب دي بهوي النباتات الحبوب دي، فالمواد دي متطايرة وبتختفي وما بلاش تأثير، ونستعمل الحبوب بأمان. لكن هي مشكلتها في ان احيانا في ناس بتبلع الأقراص دي، تبلعها طبعا بغرض الانتحار وليس بغرض ان حد يسمم حد. ليه؟ لان ما تنفعش حد يسمم حد، نفس السبب زي ما قلنا في الاورجانوفوسفيتس ان ليها ريحه نفاذه، فواضح جدا ان بيبقى في ماده محطوطه في الاكل والشرب، فما ينفعش ان احنا نحطها لحد. انما ممكن الواحد بقى يبقى عارف انها ماده سامه وياخدها عشان ينتحر او عشان يهدد بالانتحار ومتهيألو انه هيلحقوه، لكن اتضح ان المواد دي خطيره جدا، ومعظم الناس اللي بتاخدها مش بتتلحق. ليه بقى مش بتتلحق؟ هندور على الاكشن بتاعها. القرص ده اللي فيه 3 جرام من المادة دي، من مادة الالومنيوم فوسفايد، لما يتبلع في يوصل للمعدة، وفي المعدة هيبقى فيها الهيدروكلوريك اسيد، وجود الحمض ووجود المؤشر او رطوبة المية دي سوائل مع بتتفاعل مع المادة دي وبتطلع لي فوسفين جاز، والفوسفين جاز بيحصل ان هو بيأثر على الكارديوفاسكولار سيستم، وبيبقى بدي يعني يؤدي الى الوفاة، فلازم ناخد لبالنا من المادة دي ونعرف ازاي نعالجها. وطبعا موجود في المحاضرة في الكتاب عندكم، عشان ضيق الوقت دلوقتي في مادة زيها وبتدي نفس التأثير وتستخدم كسيميفرين او رودنتسايد، اللي هي مادة الزنك وفوسفايد، وده تأثيرها زي مادة الألومنيوم فوسفايد بالظبط، نتعامل معها حتى في العلاج بنفس الطريقة. في مواد تاني رودنتسايدز أخرى، المواد دي اخطرها بيبقى الاستريكنين، والاستريكنين ماده بتعمل كونفالجن، وده هتدرسوها في البلانت الكالويدس بالتفصيل، ومن المواد المهمه جدا. انما باقي الرودنتسايدس يعني مش خطيره قوي للانسان، وممكن ان احنا ايه نتفادى التعرض بيها. في ماده تانية مهمه جدا اللي هي
نفتالين اللي هي مادة بتتحط للحفاظ على الملابس من العدة، مادة خطيرة جدا بتسبب هيموليسيز، وممكن إنها تؤدي لوفاة الشخص، وخاصة الناس اللي عندهم جلوكوز 6 فوسفيد هيدروجينيز ديفيشنسي، تؤدي لوفاة الشخص نتيجة رينال فيلير. تؤدي الأطفال دايما بيتهيألهم إن الكور دي أو الأقراص بتاعة النفتالين دي حلويات يحطوها بقهم، قرص واحد ياخده الطفل ده ممكن يموته. طبعا في مانيفستيشن اوف توكسيسيتي مكتوب عندكم في الكتاب، جي اي تي ونيورولوجيكال مانيفستيشن، وتأثر على البون مارو، وبتعمل أثر على الرينال فانكشن والهيباتيك فانكشن، وليها تأثير خطير. فناخد لبالنا من أقراص النفتالين اللي هي ممكن تؤدي لتوكسيسيتي خطيرة، ولازم نتعلم إزاي نتجنبها، وإزاي نوعي المجتمع من التعامل مع هذه المواد وخاصة مع الأطفال، ونعرف إزاي نعالجها. وإحنا بنعالجها باستخدام مادة اسمها الميثيلين بلو، لأن مادة النفتالين بتعمل ميتهيموجلوبينيميا، بتتحد بالهيموجلوبين وبتعمل مادة اسمها ميتهيموجلوبينيميا، وهي جاية الخطورة إن هي إيه، الهيموجلوبين بقى ما بيأديش وظيفته الطبيعية، وده اللي بيؤدي التأثير بتاعها السام. وبنعالجها برضو مساعدة في التخلص منها عن طريق اليورين، بان احنا نعمل الكالينيزيشن اليورين باستخدام الصوديوم بيكربونيت في ايه والفورس الديوريسيس. وطبعا في مواد تاني بتستخدم التخلص من الفطريات، يعني دي حاجات تعرفوها بس من باب المعرفة بالشيء. لكن أهم حاجة في محاضرتكم النهاردة هي الانسكتسايدس بأنواعها المختلفة، وفي الزنك الألومنيوم والزنك فوسفايد، من الحاجات المهمين جدا إنكم تعرفوا التوكسيسيتي بتاعتها وإزاي تتعاملوا معاها، وأقراص النفتالين والتوكسيسيتي اللي بتسببها وكيفية علاجها. وبكده تبقى انتهت محاضرتكم، ولكم جزيل الشكر، وربنا يوفقكم إن شاء الله. مع السلامة.